أكد سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام أن الخطاب الإعلامي هو الذي يؤثر على المجتمع ويجمع، بل ويجب أن يوحد بحكم العلاقات التي تربط الدول. وأضاف الرماحي في مقابلة أجرتها معه قناة الغد الفضائية أن الإعلام الرسمي يجب أن يعمل لخدمة القضايا وبشكل أسرع، وأن يؤسس لمشاريع تعود بالنفع على دولنا. منذ فجر الإعلام حتى اليوم لم يقتصر اهتمامه محليا، بل تعدت الأقلام الحدود واهتمت بالشؤون الخارجية وبقضايا العالم. مهنة ليست وليدة اليوم، حملت مشاعل التنوير عبر وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة، حتى أخذت تبلور شكل الخطاب الإعلامي بما يتوافق مع طبيعة العلاقات بين دول العالم. توحيد الخطاب الإعلامي لتحقيق الاستقرار والازدهار ضرورة أكدها سعادة السيد علي بن محمد الرماحي وزير شؤون الإعلام في لقاء أجرته معه قناة الغد الفضائية. الخطاب الإعلامي يجب أن يوحد بحكم ما يربط هذه الدول من علاقات وهدف واحد. نحن نهدف في نهاية الأمر لاستقرار والازدهار دولنا، بحيث نرى كل ما يعود على هذه المنطقة يكون مردودة حتى على المواطن البسيط في جميع المجالات. لذلك الخطاب الإعلامي هو القطاع أو الجهة التي لها تأثير على الجميع. يعني الإعلام اليوم تأثيره على الاقتصاد جدا كبير. عملية تسويق كثير من المشاريع في الخارج ومجابهة ما يسوق عنا من معلومات مغلوطة. يجب أن تتوحد الجهود، يجب أن يكون لدينا خطاب إعلامي وموحد للداخل وللخارج. الإعلام ذو العقود الطويلة يرى المتابع لتاريخه وحتى اليوم مدى مواكبته لتطورات طرائق البث ومجاراته للسرعة، حتى أنبتت أفرعه بما يسمى بالإعلام الحديث. الآن نحن تعدينا مرحلة الكلام الإنشائي ومرحلة التمنيات. اليوم العالم لا ينتظرنا، اليوم ما نراه في وسائل التواصل الاجتماعي والسرعة. فالمواطن البسيط اليوم أصبح بنفسه مؤسسة إعلامية، لديه الصورة ولديه الصوت ولديه الكلمة. لذلك الإعلام الرسمي يجب أن يعمل لخدمة قضاياه بشكل أفضل وأسرع، ويجب أن يكون هناك مشاريع واضحة تعود بالنفع في النهاية على دولنا. وبالنظر إلى السنوات الخمس الفائتة، نستذكر تلك الأنظمة التي تساقطت تباعا والتحول الذي شهدته المنطقة من خلال صراعات وأزمات، نجد أن الإعلام محركها الأساسي لقوة تأثيره. هناك هجمة إعلامية شرسة حاولت شق الوحدة الوطنية، حاولت بقدر ما استطاعت أن تجر المنطقة لحروب أو لأزمات قد تكون طائفية أو دينية. قد تكون هذه القوى الخارجية نجحت في دول، ولكن لله الحمد وقفت وتوقفت عند هذه الدول بفضل الحكمة وبفضل الصبر. اليوم الحروب الإعلامية لها الدور الأكبر، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، الإعلام التقليدي أو الغير التقليدي أصبح لها تأثير كبير. أعتقد أنتم كإعلاميين ترون التطور اللي يحدث خلال أو اللي حدث خلال الأربع خمس سنوات. هناك من يسميه فوضى، هناك من يسميه هي فترة وراح يتم تنظيم العملية. حدث طرأ علينا يجب أن نتعامل معه. ولأن الإعلام ممكن على أن يتخطى الحدود عبر ترددات الأقمار الصناعية عن طريق القنوات الفضائية، ما يعني أنه يجب السعي لتسخيره لخدمة الأوطان ولحماية المنطقة ولدرء الهجمات الإعلامية الشرسة. هناك حتى تاريخ اليوم أكثر من 1294 فضائية تتحدث العربية. فقط منها 25% شاملة، وهناك الاتجاه للقنوات الخاصة، 13% من القنوات الخاصة رياضية، في حين أن الاقتصادية لا تتعدى 2% والسياحية كذلك، في حين أن تاريخنا وتوثيقه لا يتعدى 1%.
هذه الأرقام تعطيك انطباع بأن الإعلام العربي يجب أن يقيم خدمة لقضايانا، خدمة لاقتصادنا، خدمة لثقافتنا، خدمة لمجتمعاتنا. هناك علامات استفهام كثيرة. يعني إحدى الأسئلة المطروحة الآن، كثير من القنوات، أنا أتحدث عن أكثر من 70% من القنوات الفضائية الموجودة الآن غير ربحية. من وراء هذه القنوات؟ ما الهدف من استحداث هذه القنوات؟ ما الحاجة لهذه القنوات؟ كلها أسئلة مطروحة يجب أن تطرح على الطاولة وأمام المسؤولين عن الإعلام في الوطن العربي. نحن لا نحاول في أي لحظة أن نقيد حريات، ولكن نحاول أن نعطي شيء من التوجيه، شيء من النصائح، نحاول تقنين العملية خدمة لمجتمعاتنا، خدمة لثقافتنا، خدمة لتاريخنا، لحضارتنا. لا يمكن أن يترك الموضوع بدون إعلام مسؤول. تقدم ملحوظ شهده الإعلام الخليجي والعربي بشكل خاص، وهذا ما يحمله مسؤولية كبيرة عليها أن تسخر في تماسك الدول والشعوب. لا أحد ينكر بأن الإعلام هو القوة المؤثرة التي يجب أن نتعامل معها بمسؤولية. الأمر أصبح الآن ليس مجرد عملية تجارة أو بزنس نتربح من وراها على حساب مبادئ، على حساب دولنا وعلى حساب وطنيتنا. هناك من يستخدمها لأجندات شخصية، هناك من يستخدمها لأجندات خارجية، هناك من يستخدم وهو لا يعرف أنه مستخدم. إذن فإن حرية الإعلام ترتفع درجة مسؤوليتها بارتفاع سقفها على أن يكون الخطاب الإعلامي موضوعياً في المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة لكي لا يلحق الضرر بالدول والشعوب. بسام البدوي، لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.